بالرغم من أن 57 رئيس دولة أو من يمثله حضروا في الرياض لما سمي بقمة عربية إسلامية، وخرج بيان يبدو قوي عندما تقرأ البيان مقارنة بالسابق تراه ما معقول يعني البيان، لكن الحقيقة المريرة، الحقيقة المفزعة، أن هناك 57 دولة، يعني 57 جيش. لو افترضنا أن أقل شيء 20 دولة عندها فقط 200,000 عسكري، طبعا كاين دول مثل مصر عندها مليون، الجزائر عندها 500,000 على سبيل المثال، المغرب عندها 450,000. لو افترضنا تركيا عندها مليون أو ما يقارب، إيران عندها أكثر من مليون، يعني كاين دول اللي هي من نص مليون إلى مليون، وهذه حوالي 87 دول. أندونيسيا أيضا، باكستان أيضا، هذا وحدهم، هذه الدول يفوتوا 5 ملايين عسكري بيناتهم، بين أندونيسيا وباكستان وتركيا وإيران ومصر والجزائر، هذون يفوتوا 5 ملايين عسكري. كاين دول أخرى عندهم مئات الآلاف، وكاين دول عندهم عشرات الآلاف. أي أننا أمام ما يسمى بالدول الإسلامية، هذه 57 دولة، أكثر من 15 مليون عسكري، 15 مليون عسكري في هذه الدول الإسلامية إجمالا، يعني بالتقريب راني نحاول نقرب الرقم. يعني ولديهم عشرات الآلاف من الدبابات، وآلاف من الطائرات، وعشرات الآلاف من ناقلات الجند والمزنجرات، وآلاف من الهليكوبترز، ومئات الآلاف من القوات الخاصة، وبعضهم عندهم غواصات، وبعضهم عندهم سلاح نووي، باكستان على سبيل المثال وإيران على الأبواب. كل هذا الغثاء وشعوبهم تصل إلى ما يقارب 2 مليار، 23% من البشرية مسلمين، أو على الأقل عندهم هذا الاسم تاع مسلمين، تقريبا ربع البشرية. كل هذا الكم الهائل غثاء كغثاء السيل، كما قال عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، قيل أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا شيء، ما عندكمش فاعلية، ما عندكمش تأثير، لا شيء. بعض الذين التقوا في كل هؤلاء لم يستطيعوا إدخال زجاجة ماء، كيس تاع قمح ما دخلوش لغزة، ما كانش. كل هؤلاء، لذلك الشعوب ترى، كاين كلمة قالها غوتيريش الأمين العام تاع الأمم المتحدة، قال التاريخ يرى، التاريخ يسجل، أكثر من ذلك الشعوب ترى وتسجل، خاصة عندنا احنا، وقبل ذلك وبعد ذلك، فإن الله عز وجل لا يضيع عنده مثقال ذرة خير ولا مثقال ذرة شر، كله مسجل. إذن في الحقيقة هناك غثائية مرعبة. أكثر من ذلك، كان بعض رؤساء الدول اليوم التقوا هناك، كانوا ثلاث أصناف تقريبا. صنف أميل إلى أنك تصدقوا فيما يقول ولكنه عاجز، وفي هؤلاء تدخل إيران وتدخل تركيا وتدخل قطر وتدخل الكويت وأندونيسيا وباكستان وماليزيا، كارهون لما يحدث ولكنهم عاجزون. صنف ثاني، صح كارهون لما يحدث ولكنهم مش مستعدين ومش حتى غاضبين في الحقيقة،
وبلاك مليح لو كان يتهناوا من هذا المقاومين يعني بدون ان يتحمسوا لذلك. وفي هذه يدخل النظام الجزائري، يدخل النظام المغربي، يدخل النظام التونسي ودول اخرى، وصنف مرتزق عميل خائن يريد إنهاء أي مقاومة في أي مكان لعالم الإسلامي، فما بالك في فلسطين، وعلى رأس هؤلاء المجرم خائن الحرمين بن سلمان وبن زايد والسيسي وملك الأردن وعباس الذي كان يذرف دموع التماسيح، هذا رئيس الميليشيا الفلسطينية. خاصة هذه الخمسة هم اللي يعبروا على الصنف الثالث، واللي قال عليهم دينيس روس أحد كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين، واللي يعرف منطقة جيدا وزارها عشرات المرات، وقال إنهم يشجعون إسرائيل ويشجعوننا على القضاء على المقاومة في فلسطين، هو قال على الإرهاب في فلسطين أو ما يسمى المقاومة إلى آخره. من العجب والعجيب أن تكون هذه القمة في بلد في الوقت اللي كان يذبح فيها أطفال وما زال أطفال غزة وأطفال فلسطين، قرر أن تكون له موسم يسموه، وش يسموه، ترفيه تاع المسخ. شوفوا وش يقول معارض سعودي على الموضوع نتاع أن ولي الأمر هناك طلبهم باش يتبرعوا لغزة. قال لك أن الملك سلمان، قال هذه كانت قبل 10 أيام تقريبا، تبرع نظن ب 13 مليون دولار وبنو مانيش عارف بكم من مليون دولار من أموالهم الخاصة. لكن واحد المعارض السعودي علق عليها، عجبني التعليق حبيت نتقاسمه معاكم، خلينا نشوف إذا نلقاه هنا. شوف وش يقول هذا. محمد بن سلمان وابوه يتبرعوا ب 50 مليون لاهلنا في غزه، ويطلبون كذلك من الشعب السعودي التبرع. الله عليكم يا حكومتنا. قبل ما ادخل في الموضوع حاب اقول لكم ان انا اشتغلت 3 شهور في جمعيه تابعه لجمعيه احسان الحكوميه، والله ان الناس اللي شغالين في الجمعيات الخيريه انهم اكبر حراميه شافتهم عيني. المشكله انهم يفشخون فلوس التبرعات بايه من القران وعزة جلال الله، ما قلت لكم اكبر حراميه شافتهم عيني. ذلك اللي ينفق فلوسه على الراقصات واهلنا تحت القصف في غزه، هذا لا تامنوه على اموالكم يا شعبنا. انا والله اقول ان فلوسكم هذه اللي تتبرع فيها راح تروح للراقصات، ولا بيوصل شيء منها لاهلنا في غزه. عندي لكم سؤالين بتعري لكم الحكومه واتحداهم يجاوبوا عليها. السؤال الاول، بدل ما كنتوا تدفعوا فلوسكم على الرقاصات وشكيره كان حطيتوها لاهلنا في غزه او لا؟ السؤال الثاني، ليش يوم جيتوا دعمتوا المتضررين في اوكرانيا ب 810 مليون دولار ما طلبتوا من الشعب التبرعات وصرفتوها من ميزانيه الدوله وجوعتوا الشعب؟ يعني الحكومه لما تدفع للكفار تدفع من جيبها، لما تيجي القضيه عند المسلمين تطلب من الشعب انه هو اللي يدفع. الله عليك، الحكومه هذه تبغى تكسب تعاطفكم مع اهلنا في غزه وتنهب منكم الفلوس. سبحان الله، فجأة مشاهير السعودية دول اللي ما كانوا يتكلموا ولا بكلمة واحدة عن أهلنا في غزة كلهم تكلموا على القضية الفلسطينية في يوم واحد، يوم طلبت الحكومة الفلوس من الشعب. قلت لكم إنه كلهم يمشوا بريموت كنترول، ما صدقتوني. كملوا والله إنكم مفضوحين، حكومة ومشاهير ومشايخ. وآخر كلمة أقولها هذه، دقني إذا فلوسكم اللي تبرعتوا فيها وصلت لأهلنا في غزة. الأيام بيننا دون. صدق، السعودية تبرعت بأكثر من 800 مليون دولار، أكثر من 800 مليون دولار من خزينة الدولة لأوكرانيا. شيء جميل، فأوكرانيا خضعت لغزو روسي مرعب، لكن لما جت لغزة طلبوا من الشعب هو اللي يتبرع. ما فيش أخبث من النظام السعودي والإماراتي والسيساوي اللي في مصر اليوم. نظام الجزائر خبيث، نظامنا من أخبث الأنظمة على الإطلاق، لكن ما عندوش الإمكانيات، ليس له الإمكانيات، ولأنه بعيد على الكيان الصهيوني فأمريكا وما وأخواتها لا يضغطون عليه كثير، مخليين له شوية هكذا يتحرك، يقولوا له قول أنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة وكاش مشكل، بصح لما تجي الفلوس أبعثها لعباس، ها؟ عباس اللي يرأس الميليشيا نتاعنا بعثها له. أما نظام السيسي ونظام الإمارات ونظام السعودية فهؤلاء
هم الشر المطلق، ولن تنجو المنطقة بدون سقوط هذه الأنظمة الثلاثة أو على الأقل واحد منهم. صحيح بيناتهم خصومات، فمثلا النظام المصري الآن راه يتقاتل مع النظام الإماراتي في السودان، لكن يتقاتلون بأبناء السودان. بالمناسبة السودان الأوضاع تسوء فيها، مش تكلموا عليها لأن غزة غطت على كل شيء.